بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أهلنا في ربوع ليبيا، أهلنا في الشرق، وأهلنا في الغرب، وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم بنغازي تعز علينا، نقول لكم أهلا وسهلا، وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. رسائلنا كالمعتاد في بداية برنامجنا، عندنا رسالة على السريع هيك اللي بنقولوها: يا أهل بنغازي، يا أهل برقة، يا أهل الشرق، وين ماشيين في المشهد؟ وين ماشيين في طريقكم في دمار بنغازي؟ وين تبوا توصلوا يعني؟ وين تبوا توصلوا؟ أي تاريخ تبوا تعقبوه؟ بس أي تاريخ تبوا تسجلوه؟ أي تاريخ تبوا تسجلوه البرقة في 2014 وال 2015؟ شنو التاريخ اللي بينكتب؟ شو بيقولوا الأجيال القادمة؟ إذا كان نحن والعياذ بالله ما راعيناش الله سبحانه وتعالى في دمار بلادنا وفي قتل عويلتنا، في تاريخ يسجل؟ في أجيال تقعد مع بعضها وتبدأ تحكي، تقول والله جدودنا داروا داروا، فلان داروا داروا، فلان دمر كذا، فلان في اليوم الفلاني قالوا له لا ما تديرش، أصر على أنه يدمر بنغازي ولا يدمر الشرق. هذه رسالة أنا نحب دائما نكررها في كل حلقة، في كل برامجنا، لابد أن نودوا إجابة للسؤال هذا: ليش درتوا في بنغازي هيك؟ شنو السبب اللي خلاكم تفرطوا في بنغازي لهذه الدرجة؟ شنو السبب اللي خلاكم تفرطوا في أبنائكم لهذه الدرجة؟ شنو السبب اللي خلاكم تفرطوا في أرزاقكم؟ شنو السبب اللي خلاكم تخشوا في المعمعة هذه؟ بس شنو صار لكم؟ شنو نوع الضغوطات اللي كان عليكم؟ شنو نوع المغريات اللي كان عليكم؟ كم الثمن وصل؟ كم من الماديات وصلن باش فرطوا في بلادكم ومنطقتكم بهذا الشكل ودمرتوا بنغازي بهذا الشكل؟ هذه رسالة نحب ان هلنا تكون اجابتهم واضحة عليها. هلنا في طبرق ويعتبروا من المنطقة الشرقية، هم من المنطقة الشرقية مش يعتبروا ايضا، اعطوا رسالة واضحة خاصة الايام هذينا، قالوا خلاص سدنا دماء، سدنا خراب، سدنا دمار. يا أزلام النظام السابق كفوا أيديكم، خططكم قعدت واضحة ملعوبة، القبائل المربطين والأشراف والحرابي والسعادي نقول لهم حياكم الله، حياكم الله اللي بديتوا تنتفضوا وتبحتوا الأرضكم وتبحتوا الوطنكم تحقوا فيها. الكلام اللي ديما نقوله فيه نحن في الحلقات، وإن الراجل هذا مش حيخسر شيء إلا طيارته ويمشي، أظن أن الكلام هذا قلناه واجد. اليوم الاجتماع اللي تم في القبائل، وهذه من رسائلنا، وأنا حطيتهم في الرسائل باش يكونن في المقدمة حتى نهتم بهذا الموضوع، يعني الاجتماع اللي تم في المنطقة الشرقية مع القبائل، تو نقول لكم الملخص متاع الاجتماع وتو نحكوا فيه شوية. شنو تقول؟ يقول هذا في العربي الجديد، العربي الجديد قناة قالت: كشفت مصادر ليبية مطلعة مقربة من معسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر أنه عقد اجتماع لمشايخ قبائل الشرق الليبي، أعرب خلاله عن غضبه الشديد مما سماه تقاعسهم في دعمه والوقوف إلى جوار قواته في حربه ضد قوات فجر ليبيا والقوات التابعة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس. أنا نقرأ لكم في الملخص نحلوه. وأوضحت المصادر أن حفتر منح قبائل الشرق الليبي مهلة أخيرة لإثبات جديتها في دعمه وإمداده بمقاتلين ومسلحين من أبناء القبائل، مشيرة إلى أن حفتر أكد خلال اللقاء أنه سيستعين بقوات ومقاتلين أفارقة من دول وصفها بالصديقة
في حال عدم استجابة القبائل. ذكر أثناء هذا الاجتماع أن في شيخ من مشايخ المنفى المربطين أحفاد عمر مختار، شن قال الشيخ هذا اللي هو محمد المريبي أحد أكبر مشايخ قبيلة المنفى المعروفة بأحفاد عمر، أنهم لن يقبلوا باستخدام قوات أو مقاتلين أفارقة على غرار ما كان يفعله العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في السابق، مضيفا في تصريحات للعربي الجديد أن المقاتلين الأفارقة بمثابة مرتزقة يحاربون من أجل المال فقط ولا يراعون حرمات المدن ولا التقاليد الليبية، ودعا كافة الأطراف الليبية إلى الاستجابة لصوت العقل والتعاطي بشكل جاد مع الجهود الأممية في مدينة الصخيرات لحل الأزمة بشكل سياسي يحفظ دماء الليبيين ويوقف عجلة المعارك الدائرة للالتفات لإعادة بناء ليبيا من جديد. هذا الاجتماع تم في المنطقة الشرقية. شوفوا أخرته يعني قعد معاهم حفتر وقال لهم كانكم متقاعسين في دعمي. الكلام الاجتماع هذا بنطلع منه عدة أشياء، عدة حقائق نحن قلناها من فضل الله سبحانه وتعالى، قلناها من عدة حلقات من بداية برنامجنا، من بداية كشف عملية ما تسمى بعملية الكرامة قلناها الكلام هذا، لكن نحبه نأكده كيف ما قلنا. شنو يقول؟ أول مرة حفتر في هذا الاجتماع يتحدث إنه صاحب مشروع، هو صاحب مشروع لا يندري على حوار ولا يندري على انتخابات ولا يندري على ليبيا، هو صاحب مشروع وأن السلطة العليا في يده في المنطقة الشرقية ولا يلقي لهم بالا. واضحة؟ اثنين، حفتر لا يزال يراهن على القتل والعسكرة للمشهد ولا يلقي بالا للحوار وإرساء السلام العادل، وإنما طموحة شخصيا في السلطة والاستفراد بها. واضح اظني طلع قدامكم واضح. تو بعد كمل العيال، هو بعد كمل العيال جاي كم تو قايل لكم شنو كاينها عيبه في حقكم، اكملوا عيالكم انتو الرجال التريس كملوا والله غالب فوق 5000 نحن شن عندنا من شباب نحن كملهم، وجا كم تو من باب النقص عندكم ومن باب الخلل عند القبائل لباس انتو كم ما تدعموني كم ما تعطوني عيالكم خليني نذبحهم نكملهم من كم بالمره، وهدد تهديد الاستعداد. شن قال؟ الاستعداد للتضحية بالمزيد والمزيد من شباب وأبناء القبائل وسفك الدماء بلا حدود. يعني راجع هذا ما حقش المشهد اللي توا قاعد، الدنيا اللي دمرت والعويلة اللي راحوا فيها، ومع ذلك مازال يصر ويتهم القبائل بعدم دعمه وبتقاعسهم على نصرته. الأمر الآخر اللي أصبح واضح، الاستعانة بالمرتزقة يعبر عن حقيقة عدم وجود ما أسماه بالجيش الليبي. واضحة القصة، ما فيش معناه جيش، هذا ما عنده جيش وكمل العويلة وآخرها بيجيب لك المرتزقة المرة اللي نعطوهم فلوسنا ويقتلوا عويلتنا ويخربوا وطننا ويخربوا حتى التركيبة الاجتماعية للوطن. معروفين هذا كمان، ما يصدق يلقى تركينا يعيش فيها. أيضا الاستعانة بالمرتزقة يدل عن مدى عجزه وفشله في تحقيق أي نتائج تذكر إلى الآن. رأيتوا هالدمار هذا كله والقتل وما زال بيستعين. الأمر الآخر والأوضح، لما يستعين بالمرتزقة معناها يستهين بأخلاق المجتمع الليبي، يستهين بأخلاق المجتمع الليبي، وهذا طبعا ما تربى عليه في المدرسة بتاع 40 سنة مدرسة القذافي، هذين هن أخلاقها. شفتوا ابن القصة توه إن الراجل هزم، انتهى الراجل، معوش إباحة الانتخابات، إباحة البرقة اللي تحكوا عليها، لا إباحة الفيدراليين أصلا، لا لا لا، القصة هذه كلها منتهي عنده. توه أنتوا يا قبائل لازم تدعموني وتعطوني عيالكم نذبحهم، ولازم تدعموني بالمال وبالرجال باش يصير مني أنا ونقعد على روسكم من فوق. يعني ظلم ما بعد ظلم، يصبي في وسط قبائل الشرق ويتكلم بهذه القوة اللي كان قال عطوني 2 أسبوع بس في بنغازي،
اسبوعين توا سنة وشهرين وستة الاف قتيل وما زال يقول عطوني عيالكم نذبحهم اخرى ولا بد تناصروني لا بد تدعموني. عارفين الخلاصة هذه كلها شنو؟ الطيارة قاعدة واتية في مطار الخروبة، يوم اللي يصير ما يصير طب يطب في مصر، مش برا مصر، مصر في نفسها، لأنه هو علاقته مباشرة بالمصريين توا، وقالها كم مرة أنه هو مستعد يدير على سب المصريين. يبقى يا هلنا أفطن وراكم، أنتوا اللي خاسرين، قولوا لكم فيها ونأكدوا لكم فيها. وهو قالها الكم هو بروحه، قال لكم أنتوا كم متقاعسين توا، أنتوا تقاعستوا بعد هذا كله، بعد 6000 من خيرة أبنائكم متقاعسين تعتبروا؟ بدل ما يقول لكم والله بارك الله فيكم ويعلم الله ما قصرتوا معايا ويعلم الله وإن شاء الله تنحاولوا مع بعضنا نديروا من جديد، يقول لكم لا أنتوا تقاعستوا ولابد تدعموني. أنا بنسأل سؤال واحد، في بداية ثورتنا لما شبابنا كانوا يمشوا يقاتلوا في المجرم القذافي، في واحد اجتمع بيكم وقال لكم لازم تعطونا عيالكم باش نناصر الثورة؟ شفتوا الفرق بين الحق والباطل؟ شفتوا الفرق بين الحق والباطل؟ في واحد بالله عليكم أنتوا يا قبائل الشرق جاء قعد معاكم وقال لكم اسمعوا لابد تعطونا عيالكم باش نصروا ثورتنا؟ لا والله ما صارت، لكن الحق طلعوا لرجالة من تحت الوطا وانصروا ثورتنا والله سبحانه وتعالى كان معنا، لكن الباطل شوف الإذلال، لازم تجيب ولدك، لازم تجيب ولدك نذبحوه، لازم تجيب ولدك في المعركة الخاسرة اللي قاعد نحقوا فيها بعيوننا نحن، الهزائم اللي نحقوا فيه لازم تجيب لنا ولدك. أصبح القضية أنا في رأيي القضية قضية انتقام الآن، فشل هو المشروع بتاعه، باهي مدام فشل خلينا عاد ننتقم، ودرناها درناها نحن، خلينا نبيدوا برقة هذه، لا نخلوا فيها مباني ولا نخلوا فيها أرزاق ولا نخلوا فيها اقتصاد ولا نخلوا فيها رجالة، هذه برقة، هذا ثمن برقة عندها المجرم. يا شيوخنا يا مشايخنا يا عقالنا أفطنوا لأرواحكم، يسد كم راكم خسرتوا واجد، خسرتوا واجد، قولوا له هايا خلاص خطانا اكملنا احنا ما عادش عندنا حد، الله يربحكم افطنوا الموضوع، وان شاء الله رسائلي هذين يقعدن واضحات، راهو تو انتقام من الشرق، انتقام من الشرق، انتقام من الشرق، يحرق في الخضر واليابس، لجنا يوما ما انتفضنا في وجه القذافي، سامحوني لازم نقولوها، والله انتقام من برقع، لجنا قالت لا، قالت لا للظلم يوما ما، بدأت الشرارة تثور، لذلك ينتقموا منها. وتوا نحن نبغى نحكوا في حلقتنا، تو نبغى نحكوا على حلقتنا، حلقتنا الرسمية يعني عنوان الحلقة نتاعنا، نبغى نجيبوا ناس يحكوا لنا من وشاهد شاهد من أهلها، ناس من أهل العهد الماضي، العهد البائد بما فيه، يحكوا لنا على نوعية الرجال اللي كان يقوده في المشهد في ليبيا، اللي كان يحكم في ليبيا، الهم أوصاف الناس هذه ما لابد نعرفوهم. ليش نحن قلنا الكلام هذا؟ قلنا الكلام هذا يجينا لما طلعت الأحكام بدأت الناس تتباكى في الشوارع، يعني بعض منهم حتى نكونوا صادقين، بعض منهم بدأ يديروا في زي ما تقول مظاهرات ويتباكوا والظلم وكذا، وهل الناس الوطنيين وهالناس الصادقين وهالناس الكذا والناس الكذا حرام تحكمهم بهذه الأحكام. تو نبغى نحكوا لكم عليهم الناس هذيما، نحكوا لكم عليهم كيف كانوا يختاروا فيهم شنو شخصياتهم. وبالمناسبة قبل لا نبدأ في الفيديو، في ألفاظ حيطلع في الفيديو ما عرفناش كيف نحذفون بصراحة، لكن سمحوني فيها، في ألفاظ مش كويسة لكن يعني أصرينا أن لابد يسمعوا، لأن الناس من طبيعتهم النسيان، الإنسان من طبيعته النسيان، خلال الأربع سنوات هذين ربما نسينا نحن الحقبة السوداء بتاع القذافي الأربعين سنة، تو نذكروكم كيف كانت ماشية البلاد، كيف كانت ماشية الأربعين سنة باش تعرفوا شنو النعمة اللي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. تو حنكونوا مع بعضنا، ورجاء ما زلت نكرر في بعض الألفاظ مش كويسة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن تعذرونا في هذه الألفاظ. تفضل يا شباب. معمر ما كان شيخ يحكم بالناس الشرفاء، معمر عنده مواصفات في اللي يحكم بهم، معمر يختار فيهم، يختار فيهم باختيار، لا يحكم بالقبيلة لعلمك
في غلط كبير يقول لك يحكم بالقبيله الجداد، وهذا غلط كبير. ولا يحكم بالناس الشرفاء، ولا يحكم بالكفاءه. معمر يحكم بيومي وصفات هو يختارها. لازم باختصار يكسر في عينك عود، لازم تكون مطموس، لازم تكون فاقد الشخصيه والشرف، لازم تكون، لازم بعدها يعطى المناصب. انا مستعد اعطيك اسماء ناس مسؤولين في الامن، مسؤولين على درجه كبيره، مخابرات تنزل، لا عندهم شرف، لا عندهم، وهو اختار معك. في الاقتصاد، في الجيش، في الشركات، في الاعلام، حدث ولا حرج. معمر يحكم بعصابه، بعصابه شواذ. نحن كنا الدوله هذه مثل دوله آل لوط، يعني دوله فاسده، يعني المسؤولين هذا، وهو مثل يعني لا يعني حتى شن يحلموا في الليل يبلغوه. ناس تجيب في زوجاتها وابنائها ليه، وتطلع هي وتخلي فيه معه. الفتره هي 6 شهور وين كان هو؟ هو كان في بيوتهم هذيم، يوم يبات في بيت فلان ويوم يبات في بيت فلان، وعلان وفلان هو خارج وهو مع، يعني رجل فاسق هذا، هذا رجل يعني كان يحكم بطريقه عد بالله منها. الراجل اللي يحكي يا ضاهي اسمع عبد السلام النداب، راجل ضابط في كتيبه محمد المقريف في الحرسات الشخصيه، يعني قعد من 88 لغايه 92 وهو معاه، فيحكي في تجربته معاه، يحكي انه هو شنو؟ انه هو عن قرب كان يحب فراج الاضاحي. يعني طبعا سمعتوا انتم الالفاظ، سمعتوا النوعيه اللي كان يركز عليها معمر القذافي في مساعدته في حكم الليبيين، في اذلال الليبيين. كان يختار في نوعيات معينه تعينه وتساعده على اذلال الليبيين، كيفيه السير بليبيا نحو الهاويه. يا هلنا الكلام هذا قد يكون مش جديد عليكم، لكن حبينا نذكروكم به. شوفوا اوصاف الرجال، والراجل عنده الاسماء، عنده اسماء المسؤولين اللي كانوا قاعدين وشم فيهم من تشوهات خلقيه، وقال ما نبيش بس نذكرهم بس على الملأ. هذا شاهد من اهلها عبد السلام النداب، وحكى لنا على قضيه القبيله. وانا الان بالمناسبه للامانه ابري اي قبيله بالكامل في اي خطا من اخطاء القذافي او يعني فساده اي قبيله، انا نبريها من هذا الشيء للامانه. لما نتكلم على القله اللي كانت يعني مشوهه وكانت، لكن لما ما نقصد القبيله بصفه عامه. فالرازي قال لهم اللي يقول كم ان القذافي كان يحكم بالقبيله، لا لا لا، كان يختار في الـ في الـ في الشاذين فكريا وعقليا وكذا كذا، هذين ما يصطفيهم ويخليهم حواليه ويشتغل بهم في فساد ليبيا. يعني يا ريت ركزتوا معايا وشفتوا الالفاظ اللي كانت مستعمله، كانت تدل على ان حاله كانت في البلاد غير عاديه. ما كانش يحكم بالناس العقلاء الشرفاء اصحاب المبادئ، لا لا لا، عنده مواصفات يحكم بها يختار فيهم، لا يحكم بالقبيله، في غلط كبير كيف ما قلنا اللي يقول انه يحكم بالقبيله، ولا يحكم بالكفاءه، يحكم بمواصفات هو يختارها. وقال كلمه قويه جدا، يعني قال يختار في مواصفات باش ما يقدرش واحد يرفع خشمه قدامها، باش ما يقدرش واحد يرفع عينه قدامها، يقدر يؤمر باي شيء وما يقدرش يقول له لا. يحكم بضعاف الشخصيه اللي ما عندهاش شخصيه. ونحن نشوفه بعدين يعني شفنا نحن، وكنا حتى نتندر بالامثله، نقول لو ان معمر ما كانش موجود والله ما كنت ترضى به حتى يكون غفير، مع احترامنا للغفير اللي يؤدي في وظيفه يسترزق منها لله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء الناس كان مواصفاتهم شنو؟ بدليل ما فعلوا في ليبيا، بدليل ما اجرموا في حق ليبيا، بدليل ما افسدوا في حق ليبيا، بدليل ما افسدوا في حق شعبنا وفي حق ارزاقنا واموالنا وتعليمنا وجماعاتنا واخلاقنا. الحقيقه اشتغلوا على ليبيا شغل فساد، فساد كبير جدا. والان ياتون يلوموننا، يقولون كيف يا راجل تحكمون حقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان. وبالمناسبة اليوم يقول لك في فيديو تعذيب الساعدي وحقوق الإنسان متكلمة، يعني طبيعي نحن كثورة حقيقة، ثورة تسعى للعدل، نحن
احنا ضد هذه الاجراءات، في قانون وفي عدل وفي كذا، لكن انا وطالب بالتحقيق في الفيديو اصلا، الفيديو هذا شو قصته؟ لكن على العموم نحن هذا الرجل الضابط يحكي على اخلاق الناس اللي كان يقود بهم بعمر، يحكي على الافعال اللي كان قائد الامه ملك ملوك افريقيا اللي كان يقود بها في البلاد. وانا الان تحضرني اظن والله اعلم ان رئيس فرنسي زمان قال لو ان الشعب الليبي يعرف حقيقه تلقى الذافي لبكى العمر كله، وفعلا هاي حقيقه تاريخه. والضابط ما فيش حد يكذب عليك، اما الضابط ابن عمه من اولاد عمر من القذافة، ما فيش حد يكذب عليك، اما الراجل حي يرزق ومن الحرسات الشخصية، وشاف الراجل وبروحه ما يحدث. وتوا نزيد ونسمع الراجل هذا شنو يقول، وشاهد شاهد من اهلها. تفضل يا شباب. تمسكوا المسؤولين وانتمسكوا المسؤولين بالكامل، اول سؤال تسألوه، هذا نوجه فيه نداء للمحاكم، تسألوه سؤال واحد، تقولوا له ما هو السبب اللي اعطاك به معمر المنصب؟ شنو هو؟ بجاهك؟ بخبرتك؟ بشنو؟ كلهم باسباب وسخه، كلهم يقدموا في القرابين. يعني حنقول لك ونكون صادق، 95% من المسؤولين في ليبيا كلهم اندال. كيف اندال؟ فسر لي عبد السلام، مدراء شركات وزراء، فسر لي كيف؟ معمر ليبيا هذه عملها عزبه. طيب عبد السلام فسر لي كيف، انت قلت ان هم يعني بين قوسين انذال، كيف يعني انذال؟ نعم كيف يعني، كيف انذال؟ كيف فسر لي انت قلت انذال، ففسر لي كيف انذال؟ عاوز سؤال يا استاذ خالد. انت حكيت على المسؤولين عبد السلام، تسمع فيها، حكيت على المسؤولين. المسؤولين نعم المسؤولين. كيف انت قلت يعني العفو منك معمر عند الولاء، الولاء لي شوف حنقول لك حاجة اللي لازم الليبيين يفهموها. معمر عند الولاء ليه معمر من عشرات السنوات، هو انك انت ما عندك شرف، يعني لازم يعتدي على شرفك، شرف جوزتك بنتك، انت كانك تبي المنصب. وانا على ما اقول شهيد، انا دالي تهمة التآمر، وهذا خيري خادم تاعه، وحقق معي موسى كوسا وحقق معي فرش خالد على قصصي هذه. انا تعرضت 5 مرات يسجن فيا معمر في بوسليم. انا من يومين تكلمت في الجزيرة وان حكيت على بوسليم، ما حكيتش على بوسليم لاني انا حاضر، لاني عسكري، لاني مسجون داخل السجن فحاضر الاحداث هذه. هذا إنسان يتعاطف الكوكايين هو وابنائه بالكامل. شفتوا الأخلاق الناس اللي قاعدة تو تتباكى لعهد معمر، يقولوا يا يوم من أيام معمر. أنا أشك بصراحة، أشك في نفسياتهم اللي يقولوا في الكلام هذا، مش عقولهم، نفسياتهم مش سوية، مش نظاف بالعربي، وما بيش نزيد أكثر من هيك. هذيما اللي حرصوا وقعدوا معاه وشافوه، هذا واحد منهم بالضبط. شوف شنو يقول في حتى الالفاظ، انا ما بيش نكرره بس الالفاظ، لكن تدل على، قال لك اسال اي مسؤول، اي مسؤول مسك عند معمر، سواء كان مدير شركه ولا رئيس وزراء ولا وزير ولا اي منصب، اساله وخليه يكون راجل ويجاوب عليك بصراحه. ليش اختارك معمر انت لهذا المنصب؟ اختارك لقبيلتك ولا لكفاءتك ولا لعلمك ولا لخبرتك؟ هو مش معتد بأي واحد متعلم، هو كان يصبي في الاقتصاديين هذين ويعطيهم النظرية كيف يديروا، يجين الجامعات والمتعلمين والدكاترة ويعطيهم شين مفروض يندار، يجين حتى بتعيد الكورة هو يقول لهم تعالوا نقول لكم شين يديروا. يبقى ما فيش واحد هو معين على كفاءته ولا خبرته ولا علمه. شروط انه يكون عنده ولاء لمعمر في حد ذاته، هذا الشرط الاول. والشرط الثاني انه يكون منحرف، سلوكه مش كويس، لذلك ما عندش كما تقول ما عندش ما يتبجح قدام معمر ولا يتكلم، لا لا لا، يقول له في الهوى سوا زي ما تقول، اقعد وانت ساكت، اللي نقول لك عليه هديره خير لك. ان كانك انت
تبي تطلع شريف ورجل ابن عائلة وأصولك وكذا وكذا، لا يقطع رقبتك أنت ولا تأخذ وجهك، لكن غير هيك لا 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 لا. هذه ما الصفات اللي كان يمثل بهم، وأظن النسبة اللي قالها نسبة كبيرة بالكراجل، لكن العهدة زي ما يقولوا عراوي هذا اللي كان عايش معاهم وشايف المستنقع، مستنقع الرذيلة اللي كان يقود في ليبيا. يا هلنا يا هلنا يلي اتباكوا على عهد معمر واتباكوا على معمر بروحه واتباكوا على البذرة بتاعته. شوفوا بالله عليكم يا ليبيين، يا ليبيين الرجال محسوب عليكم راه، هالحقبة السوداء اللي مرت علينا محسوبة على الليبيين. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى ونتمنى ألا نذكرها هذه، لعل ننساها من عقولنا وينسوها الأجيال القادمة. خلاص يلي رفعتم الرايات الخضر وطلعتوا في الشوارع في سرت ولا في طبرق ولا في سبا اطالبوا بعهد كيف هذا، سامحوني في الكلمة أنا اضطريت أن نقولها، اطالبوا بعهد يحكموا فيه الشواذ. مش حرام عليكم؟ حرام عليكم، أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة وبهذه الثورة المباركة لنتخلص من هذه الجراثيم ومن هذه الأمراض، تطلعوا في الشوارع الآن تطالبوا بها؟ أي بشر أنتوا؟ أي بشر وأي بن آدمين أنتوا؟ وين اللقاء اللي بيننا وبينكم أنتوا؟ وين نبي نتلاقوا معاكم؟ وين نبي نتلاقوا أنتوا معاكم اللي طالبوا في التوافق وهذين أخلاقكم أنتوا؟ هذين أخلاقكم اتباكوا قاعد بقرواطة خضر المجرم اللي قاعد في مصر هذا يقول نحن إحدى مكونات الشعب الليبي. لا ربي ما يكتب علينا، إن شاء الله ما تقعدوا إحدى مكونات، مرضى أنتوا، مرضى نفسية وعقول، مرضى أنتوا، مستحيل مستحيل نرضى بيكم الشعب الليبي، مستحيل تكونوا مكون من مكونات ليبيا. أهو هذين أخلاقكم وهذين رزالاتكم وهذين أفعالكم القبيحة الدنيئة التي لا يرضاها الله ولا رسوله ولا البشر أيضا. احنا شعب حر بفضل الله سبحانه وتعالى، تحررنا، قضينا على طاغية العصر، على جرثومة العصر بفضل الله سبحانه وتعالى. تطلعوا الآن يا صعاليك وتقولوا نبوا نبوا، لا عدوا له في جهنم غادي كتبوه، عدوا عدوا قعدوا مع شاذين غادي في جهنم والعياذ بالله. الراجل يحكي ويقول له مرة جات في نفسنا قلنا والله خلينا نراقبوه الرجل هذا، قال 4 أيام وإحنا نراقبوا فيه يصلي ومنزل. قال والله ما يصلي، والله ما يصلي، اللي إمام الأمة قال لك مسمينا ولا إمام الصوفية ولا خوذ من هلا ويحط، قال لك 4 أيام ما يصليش إلا لما يجيه وفد من برا، وفد حتى هو مش بعيد طايح على راسه كيف هو يقيم بهم الصلاة، قال لك لا يتوضأ ولا شيء، نزل الشيطان الرجيم كافر بالله والعياذ بالله. أي واحد يصلي بدون وضوء هذا كفر، كفر أكبر. وين ماشيين أنتوا يا ليبيين؟ وين ماشيين؟ أنا نقول هالبلاد اللي نازل قاعة بلادنا والله من جراء هذه الأخلاق ومن جراء هذه الأفعال الشنيعة والعياذ بالله. ما زلنا نطلع وتوا نقولوا يا يوم من يوم معمر والخرقة الخضراء، وين وين ماشيين أنتوا؟ انتكست الفطرة عندكم لهذه الدرجة أنتوا؟ بدل ما تقولوا الحمد لله اللي فكنا ربي ووعينا ولقينا من يحكي لنا ولقينا من يتكلم، ما زلتوا؟ شوفوا هذا الراجل حكى اللي هناك حل الجيش ولعب في العائلات وسرق ودار وخرب وفسد وعفن وكل داره، وتو نجوا نحن نقول يا ملايا يوم من ايام عمر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا. عندنا فاصل يا شباب. الله يرعاها، الله يرعاها، ادعو الله يرعاها، مركب قرب مرساه، نعلية الريح نعلية الريح نعلية الريح ازداف الصبر، الصبر هو مجداف، لا 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 تغيروا مجرى. رسوها
أجراها. 17 فبراير ثورة التكبير ستنتصر. الله يرعاها الله يرعاها ادعو الله يرعاها. ادعو الله يرعاها بإذن الله مرعية بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ ثورتنا ويحفظ بلادنا ويطهرها من الأنجاس. نسأل الله سبحانه وتعالى. بهذه المناسبة والله كي لا أنسى المدن اللي خرجت فيها الخرقة الخضراء هذه وظهرت عليها الناس يعني معترضة وسبها ولا صابعة وطبرق بالذات طبرق لليوم الثالث على التوالي تخرج في ساحة شهداء ميدان أمام مسجد الملك. الله أكبر. نقول لهم هذا عهد نبيكم وهذه ثورتنا إحنا وبإذن الله تعالى ستتم. مش نقول منتصرة، ستتم نصرها. منتصرة هي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى ستنتصر بكل ما تعني الكلمة وتهزم كل مفسد كل خائن كل غادر لهذه البلاد. ستنتصر بإذن الله تعالى ثورة 17 فبراير اللي قاعدين ننعم ونحن بحريتها وننعم بخيراتها. الآن أنتوا يلي طالبوا توا يلي طلعتوا، والله ما طلعتكم إلا 17 فبراير. كنتوا تقدروا تتجرأوا أيام معمر تطلعوا تعبروا ولو ربع كلمة، بل بالعكس الكلام اللي ما كانش يقوله تقولوه أنتوا قبل ما يشنق هو تقولوا له أنتوا شنق، ولا ما صارش الكلام هذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بهذا الدين وأن يكرمنا بهذه الثورة المباركة يا رب. أعطوني فيديو يا شباب. زم ولاي قلنا حل الراقبوه هل يصلي ولا لا؟ والله ثلاثة أيام راقبناه والله ما ركع. يركع عندما يجيه وفد وحدين من أفريقيا وزراء مسؤولين أثناء المغرب هيصلي بيهم المغرب، نجلس ويصلي بيهم المغرب عادي. لا حول ولا قوة. رمضان ومعه البنات ومعه هذا يعني هذا يعني فرعون. نحن قلنا على فرعون ومنكر، هذا أكثر من فرعون. هذا مستعد يعمل أي شيء في سبيل السلطة. ولكن هو ما تصورش ان الشعب يطلع عليه. هو عمل كل شيء، حل الجيش، كثر الامن، لعب في العائلات، نصب المسؤولين اللي نصبهم بالكامل، امن وجيش والشرطه والسلم كلهم في الساد باش يبلغوه. اي واحد صور يحلم الحلم يجي يبلغه. شفتوا الكلام بالله عليكم؟ يعني شن عقب الرجل هذا؟ ريتوا قال رقبناه ثلاث أيام ولا أربع أيام راقبوا فيه يصلي. الرجل ما يصليش؟ قال لك والله ما لقيناه يصلي. الرجل يتعاطى قال لك في الكوكايين هو وأبنائه. ما فيش حاجة. حل الجيش، لعب في العائلات، نصب المسؤولين أصحاب الفساد، يعني ما فيش حاجة. ما ركعش ركعة قال قدامهم في الأربع أيام هذينا. ويجي قال لك يأم الناس لوضوء لاني من عليه وين كان قاعد هو اصلا، وعلى عقله ولا مو على عقله؟ بالله عليكم هذا كان يقود في الليبيين؟ بالله عليكم المصيبة والأدهى من ذلك انت تلقى من يطالب به؟ تلقى من يترحم عليه؟ يعني معناه سامحوني بس اللي يترحم عليه معناه نفس الباكج قالوا النصارى، نفس المحتوى اللي ترحم عليه نفس المحتوى. المسؤولين اللي حكموا معاه إلا ما رحم ربي على حسب كلام الرجل، إلا ما رحم ربي والله حيكونوا نفس المحتوى ونفس الأخلاق ونفس الخط ولا لا؟ مش قال هالمجرم اللي قال الشيوخ اللي توا يدير ويدير وكان يأمه في خيمة القائد قال، والمجرم اللي قاعد غادي في مصر قال والله يدي راجل زاهد قال يشرب في التمر يشرب في الحليب وياكل في التمر ويرقد على الوطاء. يا مجرمين يا مجرمين كفاكم كذب، كفاكم دجل، دجلتوا علينا بما فيه الكفاية. 40 سنة دمرتونا حطمتونا نهيتوه الشعب الليبي. وين ماشيين؟ ايش تبوا أخرى؟ ما زلتوا تبوا تردوا أخرى؟ ما زلتوا تبوا تردوا أخرى؟ قلناها نحن وما زلنا نحكم
انا ما زلت سامحوني ما زلت ناكد ان انا ما نقصد قبيله بال... واهو القبيله الراجل بروحه تكلم الراجل قال ما هوش قبيله الجذال في الكلام هذا لا لا بالعكس رغم ان في واحد صعلوك ولا مس ولا ني طلع حتى هو يقرا في بيان دي روحه لا والله حشاهم الجذافه حشاهم النماذج اهل هذه تعبر على الجذافه صحيحه عبد السلام النداب ولا اخ شيبه اللي قتلوه بالكرشوات السبه قال لا قال لا للمرقزة لا للعفن لا للوساخة قالها لا قال لا التهمة بالخيانة والتهمة بالغدر وإنه خائن وما فيش حاجة وما حطها فيه وبعد أخذت كلاب الدم هذي ما اللي حقيتوهم في الفيديو كيف اقتلوه الراجل كيف دمروه الراجل وبعدها صبوا عليه بنزين وكيف شيء يطوا فيه النار وين نحن وين قاعدين نحن على سبه قال لا كل شيء له شرفي يستحيل ان يمسني واحد مجرم كيف هذا وكان ثمنه هو روحه وهذا حياته وهذه العزه هذه عزه الليبيين الحقيقيه هذين هم الليبيين الاحرار اللي قادوا ثوره 17 فبراير هذه صفاتنا فضل الله سبحانه وتعالى لكن الانذال البقايا هذه لا 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 ما تعبرش على الليبيين ولا تعبر على الخلق الليبي ولا تعبر على الاخلاق الاسلاميه ولا الاخلاق الوطنيه لا لا بعيد السوء يعني هذا البطل مفروض الأجيال القادمة مفروض تعرف عبد السلام خشيبة هذا بطل من أبطال ليبيا مفروض تسجل سيرته والله مفروض تدرس مش ندرسوا لهم العفن اللي كان الأول هذا لا 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 أبنائنا مفروض يتربوا على الحرية وعلى العزة وعلى الكرامة الحقيقية وعلى الشرف الحقيقي على مثل هذه النماذج يتربوا قولوا ما جدودكم شنداروا في سبيل النماء أن يتسخ شرفهم ولا يتسخ عرضهم ولا لا 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 ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الشيء وهذه ميزة مش سهلة اللي تباكوا هذا العهد اللي تباكوا عليه ريتوهم اللي تباكوا بل في وحدين مجانين بطاقة قيم بالكل يقول لك ما زال حي هو يتمنوه أمتى يجي أخرى المجانين اللي مبلدين خلقيا وخلقيا هن اثنين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا أعطوني فيديو يا شباب في ناس حاولت يعني بس واحد معمر كان ظالم كان فرعون كان طاغي احكي لك قصة عن قبيلتنا نحن القذافة نعم من بيت الخطرة يعني في اثنين ضباط في الحراسة واحد اسمه عبد السلام خشيبة واحد اسمه خميس الغناني يا أخي هذين ما رفضوا هذين ما تكلموا على معمر رفضوا أنه يتعدى شرفهم بس فهو لبس لهم قصة الخيانة معمر ترفض يدي لك خاين يطلع في التلفزيون أنك خاين وأنك قدام عميل للمساعد وعميل للكذا كذا أنا عملها لي حنعرج لك هاي القصة فجاب عبد السلام خشيبة هذا وكلم بعض زلامة في الكتيبة وقال لهم هذا خاين فجابوه داخل الكتيبة أول ما مسكوه يا رجل قطعوا له أصبع الإبهام اللي بيطلق به الطلقة قالوا هذا تكتب به معمر أنت قطعوا له هذا قدافي مش واحد تاني قطع له أصبع وبعدين طلق عليه أطلق عليه الجنود قعد الجنود يضربوا فيه بعدين ربطوه في سيارة تويوتا لاند كروزر يعني وسحلوه داخل باب العزيزية سحلوا وبعدين ربطوه في الشجرة هذه حقيقة وصبوا عليه البنزين وولعوا فيه النار مات الراجل هذا اسمه عبد السلام خشيبة وراح معمر إلى بيته في سرت وهدم بيته نهاية مسحة وراح إلى أهله هو عبد خميس الغناي ونقلهم من سرت نقل أول حاجة جمع جدادته الناس الغلابة على أمره وفي ناس تبع فيه إزلام هذه الشيوخ التعبانة وفرض عليهم أنهم يتبروا من هذه العائلة وفعلا تبروا من هذه العائلة شوف قديش مظلومين وراح رحل هذه العائلة بالكامل يعني أكثر من 20 أسرة ولا 30 أسرة وسكنهم في منطقة كل الليبيين عارفينها في السدادة صحراء ليش هو وين يروح للسرت ويرجع من السرت يشوف يتفرج عليهم يتشفي عليهم صحراء سكنوا فيها سنتين اللي متجوز من عائلة ثانية فرض عليه أن يطلق والبنت اللي يشتغل بطلة شوف في الظلم اللي عمله في قبيلته هذا خميس بقى في السجن وين حصل فرصة بعت رسالة لأهلي وضح لهم في القصة وضح لهم إنه هو مش خاين وإن القصة كذا كذا سمع به ماما أخذ من السجن وقتل على طول شوف حادث حسن إشكال رفض حسن رفض اللي يعرف فالناس يعني الرجل هذا كان طاغي الرجل هذا ظالم
شوفوا القذافة الأشراف الأطهار شن مصيرهم عند المجرم اللي أنا في رأيي إنه هو انتسب ظلما وزورا وبهتانا لهذه القبيلة. يعني هذه الأفعال يستحيل أن تتجمع مع بعضها في عائلة واحدة. هذا الشيطان النجس يستحيل أن يجتمع في نفس القبيلة ولا في نفس العائلة مع هؤلاء الأطهار الرجال اللي ضحوا بأرواحهم من أجل شرفهم. في الوقت اللي رجالة وجدين دارين أرواحهم رجالة للأسف، لكن في سبيل أن يأكل ويشرب ويعيش ويركب سيارة ويدير نقلات خاصة في الأيام الجديدة ويسافر وكل مرة في دولة أوروبية، لا مستحيل يضحي بكل شيء، نسأل الله العفو والعافية، يبيع اللي قدامه واللي وراه في سبيل يأخذ هذا البرستيج، ينضرب بالكف، يحب على الكرعين، ينبح زي الكلاب، أي حاجة ممكن يديرها في سبيل إنه يطلع أمتى ما يطلع، يمشي لسويسرا، يمشي لأمريكا وبريطانيا، ويجيب فساتين البنت من برا وأبنائه كلام فاضي، يعني كلام فاضي، وآخرتها تقعد ذليل في الدنيا قبل الآخرة. تو أنا اللي وجعتني تو اللي طالع ناس الطالب بهذا العهد، هذا العهد البغير اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحف من عقولنا هذا العهد صراحة، يطلع من قاموس الليبيين أصلاً، يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينسي العالم هذا العهد، وصمة عار في حق الليبيين، وصمة عار في حق الليبيين يحكمنا مثل هذا الشاذ هذا العفن 40 سنة وهو يصول ويجول في ليبيا، وبعدها نجو نحكم على جماعته يطلعوا لنا ناس صخة وقد يتباكى ولا يطلعوا هلهم يقولوا والله عمره ما دار فاحشة ولا عمره ما دار غلط ولا عمره ما قتل. ليش نحن أكي؟ ليش نحن انتكسنا بهذه الدرجة؟ ليش فقدنا عقولنا نحن؟ الراجل مات خلاص قبل نقوله خايفين، توا ميت الراجل، تجيب طالب بعهد أخم جديد دي مفروض يستحي على وجوههم، شوف شنو يقول عليهم اللي توا المسؤولين اللي طالبوا وكذا، ونحن مكونات الشعب اللي شوف الراجل الضابط شنو كان يقول عليهم، ليش هو حطها في هذه المسؤولية المنصب يلي تسمع فينا توا؟ عارف سبب حطك في المنصب انت شنو؟ عارف حطك مسؤول العلاقات الليبية المصرية ليشو؟ لعقلك ولا لكفاءتك ولا لخبرتك ولا لعلمك؟ أو قال أولاد عمكم النداب قال المواصفات اللي يختار عن طريقهم معمر الأشخاص، ولاد عمكم هذا عاد قذافي، والله ما نقوله في كلام من روسنا نحن، قال لكم على الأوصاف اللي مفروض تتصف بيها باش معمر تحظى عند معمر بمكانة وبمقام محترم ولا لا؟ يا هلنا ما نبوش ننسوا، ما نبوش ننسوا التاريخ الأسود اللي فات هذا، بيش نبصر به الحق اللي توا قاعدين فيه يكون سبب في هذه النعمة اللي نحن قاعدين فيها، ونشعر أن الله سبحانه وتعالى من علينا أن يحكمنا عهد مثل هذا العهد، ولا يحكمون أشخاص مثل هؤلاء الأشخاص. بكل بساطة يطلع علينا ناس توا ويطالبوا بهم لا، وحوارات ويناقشوا، لابد يكون لنا نصيب في ليبيا، نحن أهل ليبيا، لا يمكن يقصينا أحد من ليبيا، لا نقصوك نص يا مريض نفسيا، نقصوك نص والله ما الكم مكان في ليبيا، الله العظيم خلاص يكفينا 40 سنة يا مرضى، 40 سنة وانتوا تحكموا فينا بهذه الأوصاف وبهذه الأخلاق، وتو جايين بكل بساطة تقولوا لا والله نحن إحدى مكونات الشعب اللي بيه، لا 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 ربي ما يكتبها علينا إن شاء الله، وإن شاء الله ينقطع الناس اللي عندكم خلاص، ما عادش تتكاثروا بهذا الشكل، يكفينا ما حقينا منكم. نطلب من هالي إن يغفروا لنا إذا كان في ألفاظ سمعتون ولا كان في ألفاظ أنا تلفظت بين، والله الله غالب إن يطلعوا ناس في الشوارع الآن ويطالبوا بهؤلاء، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله لا يواخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب، نسأل الله أن يرحمنا وأن يحقن دماءنا وأن يؤلف بين قلوبنا على الحق، وأن يجعل ليبيا واحدة موحدة مستقرة آمنة بفضله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هوى هل أراك سالما منعما وغانما مكرما
سالما منعا وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماء تبلغ السماء موطني 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 موطني. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا بل نعيد مجدنا التاليد مجدنا التاليد.